تزامنا وعيد الأضحى المبارك وتلبية لنداء وزارة الصناعة، جندت السلطات المحلية لولاية سوق هراس إمكانيات بشرية ومادية هامة لإنجاح عملية جمع جلود الأضاحي. المؤسسة العمومية لولاية مراكز الردم التقني وفرت بالتنسيق مع البلديات والبلديات عبر جميع تراب الولاية الموارد البشرية والمادية، حيث قسمنا 10 دوائر إلى 3 مواقع لجمع الجلود. سخرنا 40 و50 عامل بلدية سوق هراس وبلدية والمؤسسة العمومية الولائية، وخصصنا شاحنات لنقلها إلى المؤسسة العمومية للجلد في بيئتنا، ووفرنا 4 شاحنات، والعملية سارية في ظروف جيدة جدا. نبذل في جهود كبيرة باش نجحوا هذه العملية. استرجاع جلود الأضاحي لاستخدامها في الصناعات الجلدية إضافة كبيرة للاقتصاد الوطني. كاميرا الشروق نيوز رافقت العمال في عملية جمع الجلود وتهيئتها لاستغلالها من طرف المصانع والمؤسسات المختصة. العام هذا وتحت توصيات السيد الرئيس الجمهورية ووزارة الصناعة، يعني باش نثمنوا المادة الجلود هذه من أجل تدعيم مصانعنا العمومية الخاصة بدبغة الجلود، ونحافظوا على هذا المكسب اللي هي مصانع يعني معروفة في دبغة الجلود. خصصنا درنا مخطط استراتيجي، خصصنا حاويات خاصة للجلود، وإن شاء الله تنجح العملية خير من العام اللي فات. نحن عندنا تجربة أنه العام اللي فات بعثنا ديجا، وإن شاء الله تكون إضافة للاقتصاد الوطني. اليوم رانا ضحينا بالعطلة تاعنا بالأجل الاقتصاد تاع الوطن، ورانا نخدمه ورانا في جامع الجلود من أجل الولاية تاعنا من أجل الجزائر. استغلال مثل هكذا ثروة حيوانية هامة عوض رميها من شأنه الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وكذا المحافظة على البيئة.